دكتور حمزة عصام، نهنئك سيدي الفاضل شيخ حمزة عصام، ذهب إلى البحرين وشرف بلده وشرف وطنه وتحصل على المرتبة الأولى عالميا، ابن الجزائر أراه معنا اليوم. هنيئا لك سيدي، هنيئا لك لعائلتك لبلدك لأمتك، هنيئا للجزائر بهذه الإنجازات. مباشرة إلى شيخ القارئ الدكتور حمزة عصام فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور بإذن الله. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ قلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ أيفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. ما شاء الله. فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ علي فأقبلوا إليه يزفون.
قال أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرهما بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ما شاء الله قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ف
فلما أسلما وتلموا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه فينا سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نعم
إن شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما شاء الله. ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين. جزاك الله شيخنا الفاضل على هذه التلاوة الطيبة وطيب الله أنفاسك هنيئا للجزائري ولأبناء الجزائر لهذا الشيخ الفاضل هنيئا لنا جميعا هنيئا لأحبة رسول الله لأرض الشهداء بهؤلاء الأبطال بكم نعتز وبكم نفتخر جزائر يا مطلع المعجزات اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين هذه نعمة من نعم الله أظن وقت الأذان الأذان تفضل ارفعوا على مسامعنا الأذان الشاب والصغير اسمك؟ صلاح الدين صلاح الدين نوري كذلك من شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ربي بارك إن شاء الله وليداتكم كل شباب أمة محمد يكونوا من هذا الشباب إن شاء الله مثل الشيخ حمزة وصلاح الدين نوري إن شاء الله
سي نوري ان شاء الله اطربنا باذان جميل لهذا اليوم الطيب المبارك. صلي على رسول الله، تفضل صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا صلى الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي الصلاة حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ابن آدم فأكثر ذكره في الأرض ذأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. ابن آدم تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، ولا تقل الصبا فيه مجال، وفكر كم صبيا قد دفنت. ابن آدم إذا ما لم يفدك الذكر شيئا فليتك ثم ليتك ما ذكرت، إذا ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذا وإن الله أمر بأمر فبدأ فيه بنفسه، وثن بملائكة قدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه. قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا على الحبيب، صلوا على الشفيع، صلوا على سيدنا وحبيبنا، صلوا على قائدنا، صلوا على ساقينا من حوضه يوم القيامة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وكيف لا نصلي عليك يا حبيبنا وأنت شفيعنا يوم القيامة. كل الناس يوم القيامة ينادي نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينادي يوم القيامة أمتي أمتي. قال الله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. نشوف في المسجد مكتظ ما شاء الله، ربنا ينور وجوهكم إن شاء الله. عندنا بعض الأماكن هنا نستغلوها، الله يرضى عليكم ولا تنحيوا لنا هذه، زيدوا قدموا لنا الجماعة، زيدوا واستغلوا لنا هذا الصف، الله يرضى عليكم إن شاء الله. نستغلوا بعض الأماكن، هذا الحواجز نحيوا منها، الله يرضى عليكم. إن شاء الله تكون جمعة قصيرة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم، ربي يحفظك إن شاء الله، ربي يبارك فيك. مرحبا مرحبا مرحبا، كلكم في القلوب بإذن الله عز وجل، كلنا نحبكم في الله عز وجل، جزاكم الله خير. ما شاء الله ما شاء الله، ربي إن شاء الله يحفظ هذا الشعب ويحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشعب الطيب ربي يعطيه على قلب نيته إن شاء الله يا رب العالمين. ما شاء الله، استغلوا الأماكن الله يرضى عليكم. السلام عليكم سيدي، سلام لباس معليش. السلام عليكم، شرك. السلام عليكم. السلام، كيفك من الجزائر؟ الله يبارك لا تقول في عمرك الغني الإيمان تعالى سبحانه البرم والرئيس ويسلم عليكم. عليكم السلام، قل لك رانا معك، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم الناس اللي معنا حبيب بزاف، ربي يبارك فيك. شيخ تميم بن الشعر، الله يجازيكم ان شاء الله، جزاك الله خير. ممكن تعطيني رقم الهاتف؟ اعطيك بعد الصلاه نعطيك ان شاء الله. شيخ ان شاء الله يوفقك، ربي يحفظك. هذه هديه لك، جزاك الله خير، ربي يحفظكم ان شاء الله، كثر خيرك. بلغ سلامي لاهل الجزائر العاصمه كامل ان شاء الله، جزاكم الله خير. نحن هديتنا هم انتم، هديتنا هي سروركم، هديتنا هي فرحكم، هديتنا هي تضامننا وتضامنكم، هديتنا هي محافظتنا على وحدتنا، هديتنا هي ان تبقى الجزائر امنه مطمئنه مستقره، هديتنا ان يبقى علم الجزائر مرفرف عاليا، هديتنا يا احبه رسول الله ان يكون هذا الشعب مسرور، هديتنا يا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمشي الجزائر دائما الى الاحسن والى الافضل، هي هديتنا ان تكون بلد الشهداء هي الاولى وستكون باذن الله، ما دام بدل الشهداء بلد الشهداء تنصر في الاقصى فلا تخاف باذن الله عز وجل، ما دام بلد الشهداء تنصر غزه فلا تخاف باذن الله عز وجل. قال الله عز وجل، وقال الله عز وجل على الذين ينصرون الضعفاء: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا البلد مدام مصر وقفت مع الضعفاء ومع الأقصى والله لا خوف عليها بإذن الله عز وجل. أيها الأفاضل جميعا مرة أخرى أحييكم بتحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. أنا من رحبش بكم، أنتم في بيت الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أرحب بكم لأنكم تجشمتم على السفر، جئتم من بعيد لتتضامنوا مع الحق يا أحبة رسول الله، لتنصروا الحق، ربي ينصر الحق في كل مكان بإذن الله عز وجل. أنتم أثبتتم يا شعب الجزائر أنكم من طينة كبار، شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، هذا نظام حياتنا بالنور خطة وباللهب، حتى يعود لشعبنا من مجدهم ما قد ذهب، فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اذهبوا إلى نبي الله، سلام على إبراهيم، رب سبحانه وتعالى قال على سيدنا إبراهيم الخليل: وإبراهيم الذي وفى. نحن في مناسبة عظيمة، وإبراهيم الذي وفى. هل تعلمون يا سادة يا كرام أن سيدنا إبراهيم الخليل بلغكم السلام؟ سيدنا إبراهيم الخليل يسلم عليكم يا أحبة رسول الله، بعث لكم السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليتن على الحبيب ولا مازال؟ صلوا على رسول الله، صلوا على الحبيب. لحظات طيبة مباركة ما شاء الله أن تكون مع هذا الجمع الطيب المبارك. أمانة بعثها سيدنا إبراهيم الخليل
اللي رانا في المناسبه نتاعو ابراهيم الخليل عليه السلام لما كمل بناء البيت قال له الله يا ابراهيم اذن في الناس، يا ابراهيم اذن في الناس. قال سيدنا ابراهيم الخليل لله وكيف اؤذن وصوتي ضعيف يا رب، وصوتي ضعيف. قال ربي يا ابراهيم انما عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف ابراهيم على جبل الصفا وقال يا ايها الناس ان الله قد بنى اتخذ له بيتا فحجوه، فحج الناس واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. انظر الى الحج احبه رسول الله، من حج ولم يرفض ولم يفسق عادك يوم ولدته امه. انما نحتفي بسيدنا ابراهيم الخليل، شوفوا ايش يقول الله عز وجل. هذه حادثه وقعت مع النبي، جاء اليهود والنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، جوه اليهود وجوه النصارى. اما اليهود فقالوا ابراهيم منا انتعنا، وقال النصارى ابراهيم انتعنا. لا اله الا الله، رب يقول ان ابراهيم كان امه قانتا لله، عبد واحد. شوفوا يا جماعه الانسان اللي حب يكون امه كما سيدنا ابراهيم الخليل لازم يخلص لله. قال الله ان ابراهيم كان امه، وحده امه، عبد واحد امه. ان ابراهيم كان امه، هكذا قال الله. ربي قال على سيدنا ابراهيم واتخذ الله ابراهيم خليلا. جاءوا اليهود سيدنا رسول الله صلى الله على رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاه علي في الليله الزهراء واليوم الازهار. قال النبي كثروا من الصلاه علي في الليله الزهراء واليوم الازهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود قالوا ابراهيم منا، والنصارى قالوا ابراهيم منا انتعنا يعني. فرد عليهم الله عز وجل، ربي هو اللي رد عليهم. ماذا قال الله عز وجل؟ اعطينا الايه يا احبه رسول الله. ما كان ابراهيم يهوديا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني ابراهيم انتعكم توم يا احبه رسول الله. من هذا ابراهيم خليل الله؟ مكرم الضيفان. واتخذ الله ابراهيم خليلا في دعاء سيدنا ابراهيم الخليل. هذا سيدنا ابراهيم الخليل اللي كلم الله. واتخذ الله ابراهيم خليلا اي صديقا، ومع ذلك ما اغترش. وش يقول سيدنا ابراهيم الخليل؟ اسمعوا دعاء سيد ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اسمع هذه ايامك مباركات اغتنموها العشر الاولى من ذي الحجه. سيدنا ابراهيم الخليل يسلم عليكم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لقيت ليله اسري بي ابراهيم الخليل عليه السلام فقال. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في رحله الاسراء والمعراج: قلت لقيت سيدنا ابراهيم الخليل رسول سبحان اللهم حرر الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما طلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال لقيت إبراهيم الخليل. وقع حوار بين نبينا ونبي الله إبراهيم الخليل. وش قال سيدنا إبراهيم الخليل في السماوات العلى؟ حمل حبيبكم وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم أمانة. قال له هاك أمانة بها الأمة نتاعك. صلى على رسول الله. قال إبراهيم يا محمد، الله الله، اسمعوا اسمعوا، أمانة رايحة تلحق لكم عند سيدنا إبراهيم الخليل باش تشوفوا قيمتكم عند الله رب العالمين. قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلامة. إبراهيم الخليل قال له يا محمد سلم على الأمة نتاعك. يا إبراهيم أقرئ أمتك مني السلامة. سلم عليهم. الله الله، من نحن؟ نحن الضعفاء، نحن المذنبون، نحن المقصرون. حنا راك تشوف فيه كيفاش مداير، ومع ذلك اكراما لهذه الامه ربي بامر من الله. ابراهيم قل محمد سلم على امتك واقرئهم السلام واخبرهم، قل لهم هاو على الشيء اللي لازم تسابقوا عليه احبه رسول الله، واخبرهم ان الجنه طيبه التربه اثبت الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هاو يا جماعه سيدنا ابراهيم الخليل ويسلم عليكم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الامتحانات الصعبه، وش ندي من الدروس والعبر من حياتنا هذه وما يحدث فيها؟ ندي الامتحانات الصعبه. سيدنا ابراهيم الخليل اعطاه ربي طفيل واحد برك
لما كبر واشتد الطفل هذا ولا شاب، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فتن والمحن تعلم الناس الصبر ويخرج الناس حين أي نبي ابتلي وأي نبي أحب تؤذي ابتلي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شوف بلاء بلاء وأي بلاء، إني أرى في المنام راح ولده سيدنا إبراهيم الخليل ورؤيا الأنبياء وحي. احنا نشوفه منام ومنام، قد يكون صحيح قد يكون خاطئ، أما رؤيا الأنبياء ومنام الأنبياء ووحي من عند الله عز وجل. راح مباشرة يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الإيمان، انظر قوة الإيمان بالله رب العالمين. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يعني على الإنسان أن يسمو، على الإنسان أن يرتفع بإيمانه. خليك من قيل والقال، وخليك من بيع وشراء والغيبة والنميمة. شوف رب هب لي حكما، هذا سيدنا إبراهيم الخليل يعني قال لكم الدنيا هذه ما فيها والو، ارفعوا لطريق الله عز وجل. رب هب لي حكما، الحكم مش الكرسي، الحكم يعني حكمة، أعطيني حكمة، أعطيني علم، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم الخليل كليم الله، كليم الله، كليم الله، من بنى البيت هو الذي أمره الله بأن يؤذن للناس أن حجوا. إبراهيم الخليل لما تكلم أداء الله صوته. إبراهيم الخليل عنده مكانة عند الله عز وجل، حتى الأولاد اللي ماتوا الذين ماتوا ولم يتموا حفظ القرآن وكل الله بهم إبراهيم الخليل أن يتم لهم حفظ القرآن هناك. إبراهيم الخليل ومع ذلك شوفوا تواضع الأنبياء، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اسمعوا هذه الآية يا أحبة رسول الله، دونوها في عقولكم وقلوبكم في سياراتكم في بيوتكم في كل مكان. يوم هذا اليوم صعيب بزاف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لا إله إلا الله. ابن آدم ابن آدم، خذ القناعة من دنياك وارض بها واطلب نصيبك منها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير القط والكفن. أبي وقفة مع سيدنا إبراهيم الخليل مش نغتنم الفرصة أحبة رسول الله. ماذا تعلمنا المحن؟ تعلمنا المحن أن نتضامن، تعلمنا المحن يا أحبة رسول الله أن نتعاون، أن نزداد قربا من الله عز وجل. الحمد لله أن مر بمحنة، ولكن الحمد لله شوفوا أمة محمد يا جماعة ديروا الخير، ديروا الخير يدافع عليكم الله رب العالمين. يا جماعة ديروا الخير يدافع عليكم الله رب العالمين. قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أريد منكم اليوم في جيل المحن أن نزيد تضامن على تضامن، نزيد حد نقول لكم رسالة. هذه الرسالة الجزائر بلدنا، مع الجزائر تاعنا، الجزائر بلد الشهداء، الجزائر بلد الأطهار، الجزائر بلد الرجال، الرجال ماتوا على هذه البلاد لازم نحافظوا عليها، لازم نقوي الجبهة الداخلية أحبة رسول الله، نتضامنوا نتعاونوا. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرجال اللي ماتت على البلاد، يا شباب اسمعوا، يا اساتذه اسمعوا، يا عمال اسمعوا، لازم نتعاون كل من موقعه ان نبني الجزائر ونتعاونوا عليها، نتعاونوا، يد الله مع الجماعه، يد الله مع الجماعه. هذه بلادنا هذه مات عليها رجال يا احبه رسول الله. في يوم واحد فقدت الجزائر 45,000 شهيد، فكيف يقول من يقول اننا متخلفون؟ احنا الجزائريين متخلفين؟ الرجال ماتت على البلاد تقولوا علينا متخلفين؟ الدماء سانسة 45,000 شهيد في يوم واحد، قرن وزيادة، قرن وزيادة، 130 سنة ونحن نحطم ونحن نقتل ونحن نشرق. لا، الجزائر هي الجزائر، جزائر بلد الرجال، جزائر تنافع عن الضعفاء، الجزائر أحبة رسول الله قارة، الجزائر ستعود. الرجال اليوم من قوة الأمل والنية والإخلاص، ربي أعطى القمح للجزائر والنية نتمرغب في القمح تاعنا، يوم نتمنوا في هذه الصور بلد خير، ستعود الجزائر كما كانت وأفضل. عميروش العربي بن مهيدي عليه رحمة الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. العربي بن مهيدي يا أحبة رسول الله أمه جاته أمه قالت له يا وليدي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يرحم الشهداء. امين يا رب. الرجال مات على جانب البلاد يا احبه رسول الله.
ربي بالميد يجيبون الكل ينحلوا من يديه ينحلوا اسنانه ينحلوا جلده تاع راسه ينحيولو ينحي قر على خاوتك بيع ثوره كذا ابدا. لما مات عربي بن مهيدي وقف الجنرال السفاح تحلو واحد برك من الرجال تاع الجزائر مات تحلو هذا السفاح من سفاحي فرنسا عليها من الله ما تستحق. وقف تحلو قالوا لو كان عندي 10 كما العربي بن مهيدي لاحتللت العالم باسره. يا شباب امه محمد اسمعوا واش عندكم واش خلوكم ابائكم واجدادكم شوفوا الجزائر واش خدمه واش قدمت في التاريخ. لو كان عندي 10 كما العربي بن مهيدي لاحتللت العالم باسره. هذا واحد برك. شوفوا احبتي لازم نشبوا هذا. جاته امه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه كما اليوم راه صار في فلسطين. الرجاله باعت انفسها لله عز وجل. العربي بن مهيدي قالت له يا وليدي امه تكلمه يا وليدي تزوج حبيت نشوف وليداتك قدامي يا وليدي تزوج. الراجل باع نفسه لله في حرب مع فرنسا وثوره حوسي حرر البلاد من نجس ودنس المستعمر المستدمر المدمر ولكم يوم قال الله وتلك الايام نداولها بين الناس. يا فرنسا لا تحزني بوياتنا واش قالوا سبحنا على لجج من دمانا وللنصر رحنا نسوق السفينه وثرنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. حفظوا يا ابناء امه محمد ايها الجيل القادم احفظوا خليك من الغناء وشطيح واللعب والرديع ما مش مصود هذاك بنياتكم الرجاله حروا البلاد وقالوا للعدو سبحنا عمنا الناس تعوم في البحر وتعوم في لابيسين بنياتنا عام في الدماء مدوا ضريبه الدم نتاعهم الدم نتاعهم وحياتهم لاجل هذا الوطن العزيز. قالوا سبحنا على لجج من دمانا لجج العواش سبحنا على لجج من دمانا وللنصر سفينة الناس تسير على الماء وسفينة الجزائر سارت على الدماء. سفينة الناس تمشي على الماء وسفينة الشهداء مرت على الدماء. سبحنا على لجج من دمانا وللنصر رحنا نسوق السفينة وثرنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. صلوا على رسول الله الشهيد الذي لا قبر له الشهيد الذي لا قبر له. من العربي تبسي عليه رحمة الله. اسمعوا يا شباب أمة محمد اسمعوا واش قدموا أبائكم واش قدموا أجدادكم. يا أخي كل يفخر بوطنه كل يفخر بعظمائه. احنا هذوما العظماء تاعنا هذوما الرجال هذوما النساء فاطمة وسمر دارت ما دارت في فرنسا. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر بل قوم لا يدرون ما الخبر. حبيت نقول لكم الرجال اللي ماتت والنساء اللي ماتت خلونا تاريخ نعتز به في العالم بأسره. علينا نحافظ على هذه الأمانة يا جماعة قويوا الجبهة الداخلية احضروا لازم تكونوا متضامنين في كل شيء. خميش اي حاجه تسمعها على بلادك بلادك فيها اولادك بلادك احبه فيها زوجتك بلادك فيها رزقك بلادك احبه رسول الله فيها دماء الشهداء. اتضيعون اتضيعون ارضا كالجزائر قاره قاره وستقود الجزائر باذن الله. ستعود الجزائر ستعود الجزائر. الجزائر ظلمت الجزائر حقرت الجزائر داروا لها مشاكل الجزائر احبه اتهمت بالارهاب في التسعينات الطياره نتاع العالم الكل يحط في مطارات اوروبا الا اسمعوا يا شباب الا الطياره تاع بلادكم تاع الجزائر تروح تقار بعيد وحدها. الجزائريين يسالوا كانوا مذلولين يقول لهم انتم ارهابيين صدقوني. الحمد لله عادت لنا عزتنا وكرامتنا واليوم الامم المتحده العلم تاع المسلمين الواحد من ورفرف هو علم الجزائر. جزائر يا مطلع المعجزات وش يخصها الجزائر؟ ارض طال الله الرجال كاين العقول كاين علينا ان نعزم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. العربي تبسي الشهيد الذي لا قبر له ما عندوش قبر هذه حضارة فرنسا والغرب. الشهيد الذي لا قبر له شدوه. العربي تبسي عالم مجاهد مش عالم راكب عالم مجاهد يفتي ويجاهد في سبيل قبضوه قبضوه في فرنسا قر ما تقر قول ما تقول ما حبش جابوا له قدرة كبيرة عموها بالزيت يا أحبة رسول الله وأشعلوا النار تقر ولا ما تقرش ما رجعش. احنا عندنا عقيدة نموتوا عليها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يهز العالم قد الدنيا. العربي تبصي ويشوف القدرة حتى يذوب شهيد لا قبر له شهيد لا قبر له. شيخ بوعمينة عليه رحمة الله جماعة هذوما الرموز لازم نتكلموا عليهم هذوما الأبطال لازم نتكلموا عليهم هذه الرسالة لازم نوصلوها هذا الجيل القادم باش يحافظ على الوطن نتاعه باش يعرف واش البلاد هذه عنده. نعم شيخ بوعمامة عليه رحمة الله وسأختم. شيخ بوعمامة عليه رحمة الله قائد الثورات الشعبية قال لهم إذا سمعتم
صوت الرصاص يدوي في قبري فاعلم انني ما زلت في حرب مع فرنسا. لما كنموت وتدفنوني وتشوفوا تسمعوا الرصاص خير ان شاء الله، تشوفوا تسمعوا الرصاص في قبري فاعلموا انني لازلت في حرب مع فرنسا. ربي يحفظ هذا البلد ان شاء الله. احبة رسول الله، للخير باقون وللخير فاعلون، هذا امر الله. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ان عده اعمال سنعرض عليكم عملا من هذه الاعمال، نحن غير متوقفون. ان عده مشاريع خيريه باذن الله ستكتمل بعمر او بغير عمر. يا جماعه بتنصروا الشخص، انصروا الحق دائما. هذه المشاريع، هذا المشروع تاع التوسعه برج القران الكريم لخدمه ابناء امه محمد صلى الله عليه وسلم سيعرض عليكم. ان عده الضيوف، ان عده الضيوف جاء من كل مكان. ربي يجعل خطواتكم لله عز وجل ان شاء الله. الجزائر ما زالت بخير وستبقى بخير باذن الله عز وجل. هذا المشروع سيعرض عليكم بعد لحظات. هذا مشروع التوسعه تاعنا تاع برج القران الكريم. في برج القران عندنا 3000 طالب، عندنا 6 طوابق. مشروع ما شاء الله الان اصبح مكتظ. راح نديروا التوسعه وكاين مشروع المستشفى باذن الله عز وجل. ادعونا ربي ان شاء الله يعاوننا ويكمل باذن الله عز وجل. ايه بلد الجزائر وبلد الرجال، ننظروا لهذا المشروع ان شاء الله وتدعونا معكم باذن الله عز وجل. وربي يحفظ الجزائر وربي. هذا كل ابناء الجزائر. هذا ربي قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. سبحان الله، صلوا على الحبيب. ما شاء الله، انفرض شبكم حتى الخمسة تاع العشيه هنا في المجمع هذا وين تلقاه. هذه نعمه كبيره من نعم الله عز وجل. ربي يبارك فيكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. دعونا ربي يثبتنا، دعونا ربي يوفقنا ان شاء الله يا رب العالمين. ايه ايه، انا بربي ثم بكم، انا لا رجل الا برجال برجال برجال. ربي يوفق وليداتنا في شهاده البكالوريا ان شاء الله. اللي عنده ولد ولا بنته في شهاده البكالوريا ربي يوفقه ان شاء الله، تجي سهله ان شاء الله يا رب العالمين. بيحفظكم يا جماعه ان شاء الله. نشوفوا معنا هذا المشروع ان شاء الله تاع التوسعه، توسعه برج القران الكريم. وتقريبا المشروع اللي راهو الان كاين 3000 طالب، المشروع الجديد هي 6000 طالب باذن الله عز وجل. ايه كاينش، ما كاينش كاينش المستحيل. نتابعوا الفيديو من بعد نعود. القيام بتوسعته من اجل وضع حل للمسجد كالضروره والحال، وهذا قصد توسيع افاق التعليم وتطوير المرافق وتوفير بيئه عمليه للاجيال القادمه تحفز الابداع وتعزز التفوق وتضمن لهم تعليما قرانيا جيدا ومتاحا للجميع دون استثناء. بطاقة ائتمانية عن مشروع التوسعة، توسعة برج القرآن، عدد الطوابق 6+2+ سطح قابل للاستعمال، وثلاثة مصاعد كهربائية وثلاثة سلالم. مساحة أرضية للمشروع مقدرة ب 2500 متر مربع، المساحة المبنية 1260 متر مربع. والمساحات الخضراء 1240 متر مربع. الطابق الأرضي طبعا للمحاضرات تتسع إلى 600 كرسي زائد له الاستخدام. الطابق الأول مخصص لأعسام الأطفال العائلة والمفروشة بسبعة أقسام. الطابق الثاني والثالث والرابع أقسى
أخذ مع كتابه بغض ب28 عساً. أما الطالب الخامس فهو مخصص لمصنع النساء ب32 شخصاً، وآخر للرجال ب288 شخصاً. طاقة للتعليم الآلي مجهزة ب24 جهاز كمبيوتر زائد طاعة للعلاج. الطابق السادس المكتبة الكبيرة تضم أزيد من 21,000 كتاب زائد طاعة مطالعة النساء ب100 شخص وللرجال ب188 شخصا. السطح مخصص للجلسات القرآنية والأمسيات القرآنية. أما القرن الطابق الأول تحت المنطقي مقسم إلى قسمين، مبنى للصدارات ومطعم كبير يسع إلى 400 وجهة نصاع واحدة زائد مطبخ كبير. الطابق الثاني تحت الأرضين مخصص كامل لمرآب السيارات يتسع إلى 230 سيارة. وفي الأخير ندعو أهل الفضل والإحسان وكل خير على دينه وأمته ومحب القرآن الكريم وأهله أن يمدنا بيد العون وأن يسلم معنا في بلاد الصالح القرآنية التعميم، وأن يقف معنا من أجل تحقيق هدفنا وغايتنا، ألا وهي إعداد جيل واعي ومتميز يحمل راية القرآن والأخلاق في ميادين الحياة ويدافع عن دينه وهويته. هذا هو مشروع التوسعة. احنا ما عندناش وقت نضيع الوقت يا أحبة رسول الله، ان وقت ما نضيعوش في القيل والقال، ان وقت العمل بلادنا تحتاجنا يا أحبة رسول الله، الذي ينتظرنا اعظم. ولذلك ادعو اهل الخير والاحسان ان يقفوا معنا في هذا المشروع، هذه احسن رسالة للذين يعادون الجزائر يا أحبة رسول الله، أن نرد عليهم بالعمل، هم يتكلمون ونحن نعمل، لأن الله قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا مشروع ضخم، هذا مشروع عالمي يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيستقطب الكثير من العلماء الدعاة، ابناءنا أحبة رسول الله سيرتفع مستواهم بإذن الله عز وجل. هذا المشروع بديناه في شهر رمضان، بدينا الأسهم تاعه 5000 سهم، كل سهم في 10,000 دينار عند المحاسب هناك أحبة رسول الله. لحد الآن وصلنا كم سهم؟ 953 سهم، هكذا ما زالت 4,047 سهم. والإنسان ينفق مما عنده، مدبية الجزائر كل تشارك في هذا المشروع ولو بدينار. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا المشروع تاع أهل القرآن، لأن عملية جمع تبرعات تاع المسجدين اللي راحين يبنيوا فيهم، عملية جمع تبرعات جزاكم الله خيرا. أحبة رسول الله لازم ننصر أهل القرآن. كيف ننصر أهل القرآن؟ مش بالقيل والقال، احنا ما عندناش وقت. أهل القرآن مستوى تاعهم عالي، مستوى تاعهم عالي ما يبقاش يتكلم. أهل القرآن ننصرهم بأن ندعمهم بمثل هذه المشاريع، كما شيخنا دكتورنا وعدة مقرئين الله يبارك عالميين يمثلوا الجزائر في المسابقات الدولية. إن لم تكن هذه الصروح موجودة فأين يعملون؟ وين يخدموا؟ وين يلموا أولادنا؟ هذه أولادنا، من بعد هذه راح تلم ربوع الوطن كلها،
ستكون مدرسة متميزة جدا، تخرج القراء، تخرج العلماء أحبة رسول الله، هذا هم اللي يقول عليهم ربي وأعدوا. أنت يجيك العدو تقابله بالقارئ واللي عنده عقيدة، ما تقابلوش بالمغني ولا المغنية ولا كذا. يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. ما إن شاء الله إن شاء الله، خاصة ضيوفنا اللي جاوب ولو بدينار بعد الصلاة تلقى المحاسب هناك، عندنا محاسب هناك، لازم الجزائر كلها تشارك في هذا المشروع بإذن الله، هذا المشروع الخيري الذي سيشهد لكم يوم القيامة. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ أنتم تدعمون أهل الله، أهل الله وأحباء الله أولياء الله، إن لم تحافظوا أنتم على القرآن من يحافظ عليه؟ تهبط المطارات أوروبا تقوم يوزعوا الإنجيل، هاك الإنجيل ويعطوه بجميع اللغات وكذا، وفي ساشي مريق لم نظم يعطوه الكل مش تدخل مسيحية، ونحن ما نش نصرف على ديننا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرتكم بذلك اليهودي عليه لعنة الله اللي قال لهم خذوا من أموالي ما شئتم، أرشي أرشي ملياردار، قال لهم خذوا من أموالي ما شئتم ولكن امحقوا غزة محقا. يا أهل غزة لا تحزنوا، يا أهل غزة، يا أهل جبلية جبلية ارحوها، ومع ذلك دايرين قيطون كبير، قيطون قيطون، والإمام وقف يصلي في الجمعة ودير الخطبة ووقف في الجمعة، قيطون ما كانش. سقفهم السماء وأرضهم التراب ولكنهم ما خالفوا وما ضيعوا وما خانوا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أهل غزة، يا أهل جبلية، يا أهل رفح، يا أهل فلسطين، أبشركم والله ما يغلبكم اليهود، والله ما يغلبكم اليهود، والله ما يغلبكم اليهود. الدليل هو قول الله ووعده الموعود، قال ربنا عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ربي قال يا جماعة هذا عهد الله ولن يخلف الله وعده، إن وعد الله كان مفعولا. ربي قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكفار ما هم رايحين يتحكموا في المسلمين وما هم رايحين يغلبوهم ابدا ولو طال الزمن. سبحنا على لجج من دمانا وللنصر رحنا نسوق السفينه وثرنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. الله يحفظكم، الله يرعاكم ان شاء الله، ربي يجعل خطواتكم لله احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان وجهتنا، الان وجهتنا، وجهتنا للعمل الخيري في كل ولايه، في 58 ولايه لازم تكون هذه النهضه الفكريه، لازم نحافظوا على بلادنا، كل من موقعه، الامام من موقعه، انت تخدم خدمتك ما يهمكش في الانسان هذاك ضيع. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. شعوب لازم تتثقف يا احبه رسول الله، لا تساق، نحن امه تسوق وتقود. قال الله كنتم خير امه اخرجت للناس. يا جماعه الوقت ترى ما كانش، لازم نوجدوا روحنا للوليدات هذو، نبنوا الصروح القرانيه، ندخلهم للمساجد، نتهلاو في المدارس نتاعنا، في الثانويه نتاعنا، في الجامعات نتاعنا، احضروا الدسائس، او يجي واحد يشعل النار وتنوض البلاد، هو يروح يروح يخلي بلادنا شعله. يا جماعه خلاص عينا من الدماء، يا جماعه عينا من الفوضى، عينا من المشاكل، عينا من المؤامرات، اهل الاوان لها الجزائر ان تنطلق بلاد الخيرات والبركات. شوفوا القمح يا احبه رسول الله، هاي ايه من ايات الله، ربي قال لكم شوفوا هذه البلاد، شوفوا من خير فيها، روحوا نتعاونوا، روحوا نصفوا قلوبنا. كالمقرئ قبيل اقرا قول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اخواننا اللي جاوا من بعيد يؤازرون ويساندون جزاكم الله خيرا، ربي يحفظكم ان شاء الله من داخل الوطن ومن خارج الوطن، ربي يحفظكم ويرعاكم وربي يجازيكم على وقوفكم مع امام من الائمه. هو مش وقوف مع الامام، هو وقوف مع سيد الائمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، امام الائمه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا لما يموت الميت يجي الامام يصلي عليه، هكذا ولا لا؟ لما يموت الميت من يصلي عليه؟ امام. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش إمام قدامهم، جماعة يدخلوا هكذا كل يصلوا على رسول الله ويروحوا، هو إمام الأئمة، هو إمام الأئمة، النبي ما وقف حتى واحد قدامه وراح صفوه أبدا، يدخلوا الناس جماعات جماعات ويصلون على رسول الله، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأئمة. ربي يعطيكم الخير، ربي يحفظكم، ربي يرعاكم، وقفوا معنا ربوع الوطن كامل ولو بألف فرنك، لازم تشاركوا معنا في هذا المشروع، وإن شاء الله عام عام إن شاء الله عام جيكم هذا الوقت نتلموا ونفتحوا هذا الصرح بإذن الله، ويكون في ميزان حسناتنا بإذن الله أجمعين. ربي يرعاكم، تفضل سيدي عبد العزيز. إن شاء الله، مرحبا. تشوفوني تمشيوا. الله أهل بلدتي، أهل بلدتي عليكم السلام.
ومن خلالكم البلدة رب لكم تحية كامل الربوع تاع 58 ولاية، ربي يحفظكم كامل إن شاء الله داخل وخارج الوطن، ربي يحفظكم يحفظ لكم وليداتكم، ربي يجازيكم إن شاء الله، ربي يرعاكم. تقلقتوا معنا وتحيرتوا معنا وحيرناكم، الله لا يحير مؤمن إن شاء الله بإذن الله، ونبقوا خاوة بإذن الله عز وجل، ونبقوا خاوة، إنما المؤمنون إخوة، ربي يحفظكم. نشكر السلطات الأمنية العسكرية، الناس كل يعني تحيرت مش على شخص الإمام، مكانة الإمامة في المسجد ومكانة المسجد هذا الشيء اللي تحيرنا، أما الشخص هو يموت ويذهب، إن شاء الله ربي يجيب يعطينا الخير إن شاء الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. عندنا أخونا عمر ورجل فاضل من الأعين الساهرة، عنده بي ومريض، دعي له بالشفاء إن شاء الله. دعي له إن شاء الله ربي يشفي له بي، ومن الرجال اللي راهو واقفين على البلاد مخلصين، إحنا راكبين ويدور على البلاد يا أحبة رسول الله. الرجال تاعنا تاع الأمن والشرطة والعسكر تاعنا والجمارك والحماية، ربي يحفظكم ان شاء الله جميعا. وليداتنا اللهم ندعي لكم يا ربي يحفظكم بعينه التي لا تنام، عينان لا تمسهما النار ابدا، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشيه الله. ربي يجزيكم يا ربي يشفي جميع المرضى. طفل صغير في سكرات الموت، وطفل في رضيع في سكرات الموت، يطلبوا اهله منه ان شاء الله الشفاء، ربي يشفيه. يونس ربي يشفيك ان شاء الله، سيف الاسلام عمره اسبوع في الحياه في الموت والدعاء. هذا ثاني طفل صغير اسمه سيف الاسلام، عمره اسبوع بين الحياه والموت، راهم يقولوا راه في الكوما، ربي يخفف عليه ان شاء الله. عائله فينا نير الخير تكون من المصلين، الدعاء لفقيدهم بالرحمه والمغفره، الدعاء لامي المتوفيه من تيجي الزهره ربي يرحمها، الدعاء لاختي المتزوجه بان يرزقها الله بالذريه الصالحه. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا على الحبيب، صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي راح يكون شفيعنا يوم القيامه. الدعاء كذلك لأستاذ ميراز يوسف بتيسير الأمور، الشيخ أحمد شيبوك بالشفاء، شكرا لك. لعمي السعيد حطاب بالشفاء، هو في العناية المركزة في الكومة، ربي يشفيه. الدعاء لخالتي سكينة بالشفاء، شاب متواجد في ديار الغربة أسأل الله أن يشفيه، شاب في السجن أسأل الله أن يفرج همه يا رب العالمين، شاب يبلغ من العمر 24 سنة طريح الفراش شفاه الله وعافاه. وقبل الأخير ابني منصف، ربي يوفقه إن شاء الله في شهادة البكالوريا. وليداتنا كامل ربي يوفقكم في شهاده البكالوريا ان شاء الله، ربي يبارك فيكم ويحفظكم، يجيركم ربي سهل ان شاء الله يا رب العالمين. الى كل من له امنيه، عنده امنيه في قلبه ربي يقضيها له. كثر خيركم ايها الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن، كثر خيركم اخواننا في الجاليه جزاكم الله خيرا. يا شعب الجزائر انا نقول لكم حافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم، الجزائر لؤلؤه حافظوا عليها، حافظوا يا جماعه على بلادكم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعك، هذا خاوه انتم والامن والعسكر كل حافظوا على الجزائر، راهي مستهدفه يا جماعه، حافظوا على بلادكم، راهي لؤلؤه، هذه بلاد الرجال فلا تضيعوها. الا هل بلغت؟ اللهم تشهد. الا هل بلغت؟ اللهم تشهد. الا هل بلغت؟ اللهم تشهد. الله يرحم الشهداء. السلام عليكم. المصافحه، عندنا المصافحه، الله يرضى عليكم ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يسرك. ربي يبارك فيكم ان شاء الله، جزاكم الله خير. ساكنه عين رنيت يتضامننا معك. ربي يبارك فيك ان شاء الله. ساكنه عين رنيت يتضامننا. ربي يبارك فيكم، الله يحفظكم ان شاء الله، جزاكم الله خير. الحق ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. ربي يبارك فيكم وليداتي، ربي يحفظكم. شكرا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الدعاء بالرحمه والمغفره غمره سميه بعد صراعها مع المرض، هذه طفله توفيت الان، ربي يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله، ربي يرحمها ويوسع عليها. صافحتوا مشكمش كنتم تتصافحون؟ الحمد لله، الحمد لله، المصافحه الله يرضى عليكم. ربي يقول انما المؤمنون اخوه، وان شاء الله نتلاقوا في الجنه مع الرسول ونتصافحوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله، جزاكم الله خيرا، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا، ربي يبارك. يا جماعه ما تنساوناش مشروع التوسعه، ولو بعمي عمر ربي يشفيك الوالد 10000 فرنك كنت راح تمدها للمحاسب هذاك، الله يرضى عليكم ان شاء الله. ما شاء الله، ربي يحفظكم، ربي يجعلنا خاوه ان شاء الله كامل ان شاء الله، ورانا خاوه عند ربي، وربي يحفظ الجزائر. السلام عليكم، كثر خيركم اجمعين. ما شاء الله، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اعطيني قرعه تاع الماء وديك الطرفين، الله يرضى عليك، جزاك الله خير. حقه طبي مشوار اخر. بسم الله، الله اكبر، الله
الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خضعت لجبروته الرقاب، وذلت له الشدائد الصلاب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. وصل اللهم وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، يا أصحاب هاته الوجوه الطيبة النيرة التي جاءت من كل مكان، أحييكم بتحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام، وأسأل الله أن تكونوا من سكانها يا رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم وأن الحمد لله رب العالمين. نقف اليوم مع قول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. رب سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد: يا محمد ذكر أمتك بأيام الله. هناك أيام مباركات علينا أن نتذكرها وأن نعمل فيها وأن نري الله من أنفسنا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أقبلت تعدو فاستعدوا، أقبلت تعدو فاستعدوا، إنها العشر الأولى من ذي الحجة أقسم الله بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. واليوم يا ناس بدأت العشر الأولى من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا،
افضل ايام يحبها ربي هي هذه العشر ايام من اليوم حتى اليوم العاشر احبه رسول الله، افضل ايام الدنيا. لماذا؟ لان اجتمعت فيها امهات العبادات، واقسم بها رب الارض والسماوات، قال الله: والفجر وليال العشر. افضل ايام عند ربي لكم فيها، اي بدات اليوم يا احبه رسول الله، سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. لماذا؟ اجتمعت فيها كل العبادات، اجتمعت فيها الصيام والحج، واجتمعت فيها الزكاه والصدقه والصلاه، هذه لا تجتمع الا في هذه العشر. في رمضان كاينين كامل الا الحج ما كانش، اما في العشر من ذي الحجه موجود الحجه، الحج والزكاه والصلاه وما الى ذلك. انها ايام المباركات، يوم عرفه، فيها يوم عرفه، يوم يتجلى الله على الخلق، وسنتكلم في ايام قادمه عن يوم عرفه، فيها يوم النحر، قال الله: يوم النحر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كان سيدنا سعيد بن جبير يقول لاهله: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. اسمعوا يا أحبة رسول الله إلى هذا الحديث العجيب، اسمعوا إلى هذا الحديث الذي حثه أو حدثه لنا أو قال له لنا رسول الله مشجعا أمته: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هاته الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. يا جماعة، العمل الصالح في هذه الأيامات خير من الجهاد في سبيل الله. العمل الصالح في هاته العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وأختم بهاته: جاءت امرأة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جتها امرأة أحبة رسول الله، قالت لها: يا عائشة يا أم المؤمنين، أعطيني كاش ما ناكل. وهذه المرأة هزة زوج بنيتات صغار معها، طفلة صغيرة من وطفلة صغيرة من هنا، قالت لها: أعطيني كاش ما ناكل. دخلت أمنا عائشة إلى بيتها، بيت رسول الله، حوصت في الدار فلم تجد إلا ثلاث تمرات. جاب ثلاث تمرات أحبة رسول الله، جاب ثلاث تمرات. إنها القناعة، خذ القناعة من دنياك وارض بها، واطلب نصيبك منها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير القطن والكفن. جاب ثلاث تمرات جابتهم، قلت لها: هاك يا مخلوقة. أعطتها تمرة، ثلاث تمرات، شدت الأم تمرة وأعطت تمرة لبنتها الأولى، وأعطت تمرة لبنتها الثانية. البنيتات من شدة الجوع كلوا التمرة، والأم فتحت تمرتها وقسمتها على قسمين، فجاءت لتأكلها فإذا بنتها من تشوف فيها والأخرى تشوف فيها، وكانت تقول: يا أمها أعطينا التمرة نتاعك ناكلها رانا مازلنا جيعانين. نحت التمرة هذيك من فمها وقسمتها وأعطتها لبنيتها وراحت. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له أمنا عائشة: ها واش صرا؟ هاي المرأة هذيك قسمت التمرة من فمها وأعطتها لوليدتها. وش قال لها النبي؟ لقد غفر الله لها بتلك التمره وادخلها الله الجنه. تمره يا جماعه، تمره، العمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صلوا ارحامكم في هذه العشر، صوموا يا احبه رسول الله، واكثروا من الصيام بارك الله فيكم، اكثروا من قراءه القران، سامحوا بعضكم، اعفوا على بعضكم، توجهوا الى الصلاه، لا تتركوا الصلوات الخمس، اعظم ايام الدنيا وافضل ايام الدنيا عند الله عز وجل. صدقوا حتى ولو بعشره دينار، ولو بخمزه، خبزه، ما تخليش هذه الايامات يروحوا لك، اجتهدوا في العباده. وما ادراك، لعل الله سيختم لك في العشر. وما أدراك يا ابن آدم، بلك ربي يختم لك في هذا العشر، أوليس ربنا القائم؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم بلغنا هاته العشر يا رب العالمين، اللهم بلغنا أجرها يا رب العالمين، وبرها وفضلها يا رب العالمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحم والدينا يا رب العالمين. اللهم ارحم، بارك في هذا الشعب اللي جاء من كل مكان يناصر هذا الحق ويناصر الخير ويحب الخير لبلده ولوطنه ولدينه ولدينه. ربي بارك في خطواتكم ان شاء الله، ربي بارك في هذا التعب وهذا الجهد من كل مكان. ربي اجعلنا خاوه ان شاء الله على سرر متقابلين. ربي احفظ بلاد العباد يا رب العالمين. اللهم احفظ الجزائر واجعلها واحد
أمن وأمان يا رب العالمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في فلسطين يا رب، انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي خان يونس يا رب العالمين على اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالمين آية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوانا على صرب المتقابلين، اللهم وحد كلمتنا ووحد صفوفنا، اللهم احفظ الجزائر من أعدائها يا رب العالمين، واجعل راية الجزائر خفاقة إلى أن نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم، استغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، وجزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله، سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. استووا، بارك الله فيكم. ادعوا في سجودكم أقرب ما يكون العبد إلى الله هو ساجد. دعونا الغزة وفلسطين أن ينصرها الله، دعونا طلبة البكالوريا أن يوفقهم الله، ودعونا الجزائر أن يحفظها الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل اخواننا في فلسطين يا رب العالمين، على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم احمل حفاتهم وعراتهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم للعالمين ايه يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم انا ندعوك مع هذه الجموع الطيبه المباركه ان تنصر الاقصى يا رب العالمين. اللهم انصر الاقصى يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا اجمعين. ما تنسوناش مشروع التوسعه، مش العام الجاي نكملوه باذن الله عز وجل. لازم تساهموا معنا جميعا ان شاء الله. ربي يبارك فيكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. ربي يحفظكم. بلك تزوركم غدوة. روح مرة. غدوة بربي إن شاء الله نزوركم. غدوة بربي إن شاء الله نزوركم. نديرو لكم عود تجيبونا العينة، تجيبونا المقرط. قول اسمع، قول شخشوخة هذاك. جاو لما تجي عليك. Thank you.
I'm going to go to the hospital.
محمد سلمي.
الله يحفظك.
بارك الله فيكم.
هذا مش